إذن أمطار الخير تعم مناطق في المملكة، وحالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة معنا. متوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون فرص السيول ليوم غد الأحد أعلى من الأيام السابقة، ويبدأ الطقس بالاستقرار إن شاء الله يوم الاثنين. تفاصيل أوفى عن الحالة الجوية متوقعة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذا تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة هنا في مركز طقس العرب، لها تورد كميات كبيرة من السحب والغيوم الركامية الرعدية الماطرة في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، تتجه باتجاه أجزاء من المملكة لا سيما المناطق الشمالية وبعض الأجزاء الوسطى. لاحظنا هطول زخات رعدية من الأمطار اليوم في بعض أجزاء العاصمة عمان، وأمطار تقريبا شبه متواصلة في المنطقة الشمالية. فيما إذا نظرنا إلى أو أخذنا نظرة أقرب إلى داخل المملكة، فنجد أن هذه السحب والغيوم تقريبا تدخل من المناطق الشرقية للبحر المتوسط باتجاه المناطق الشمالية في أوقات عدة من نهار هذا اليوم. تمتد بعض السحب نحو المناطق الوسطى، ولكن نصيب الأسد من الحالة الجوية نهار هذا اليوم كان في المنطقة الشمالية، مثل محافظات إربد وجرش وعجلون ومنطقة الأغوار الشمالية من المملكة، بالإضافة إلى أن بعض الزخات كانت تصل أحيانا إلى داخل أجزاء من المناطق الوسطى بما فيها محافظتي البلقاء وأجزاء من محافظة العاصمة. المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة تقريبا تكاد تكون اليوم ضمن حالة من الاستقرار المؤقت في الحالة الجوية. خرائط الضغط الجوي تشير إلى استمرار تمركز وامتداد لمنخفض البحر الأحمر باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مع تواجد لمنخفض جوي أيضا في سواحل أو المناطق الجنوبية لجزيرة قبرص. تسمى هذه الحالة من الناحية العلمية بحالة مركبة الخصائص. يستمر تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي، لكن نتوقع يوم الأحد أن تزداد عدم استقرارية الأجواء. سنتحدث عن ذلك مرة بالتفصيل الآن بشكل مفصل. إذن تتسبب أو أسباب حالة عدم الاستقرار الجوي هو امتداد لمنخفض مثلا البحر الأحمر نحو الشمال كما هو حاصل حاليا، مع تلاقي ذلك بامتداد واندفاع لكتلة هوائية تكون باردة بشكل واضح في طبقات الجو العليا وطبقات الجو كافة. كما نلاحظ عبر هذه الخرائط، هذا اللون يشير إلى تواجد لكتلة هوائية نستطيع القول بأنها باردة في المناطق الشمالية لجمهورية مصر. هذه الكتلة يتوقع تدريجيا أن تدخل إلى داخل المملكة اعتبارا من ساعات فجر يوم الأحد. دخول هذه الكتلة بهذا الشكل باتجاه المملكة خلال ساعات ما بعد منتصف يوم الأحد، ليلة السبت على الأحد وفجر يوم الأحد، وبقائها تقريبا فوق المملكة كما نلاحظ يوم الأحد، سيتسبب في زيادة عدم استقرارية الأجواء. ذلك لا يعني أن تكون الأجواء مثلا أشمل من الناحية المطرية، ستكون ذات الصفات موجودة لحالات عدم الاستقرار الجوي غدا الأحد، وهي الأمطار العشوائية التي لا يمنع أن تكون غزيرة بشكل كاف في بعض المناطق، لأن تجري هناك الأودية والشعاب وتتشكل السيول وترتفع منسوب المياه في بعض المناطق. لكن غدا نعتقد أن أيضا مناطق أوسع ستكون ضمن حالة عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله تعالى. يتحرك هذا الهواء البارد مبتعدا عن المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف ليلة الأحد على الاثنين، وبالتالي يبدأ الجو ويميل الاستقرار بمشيئة الله تعالى اعتبارا من يوم الاثنين. لنرى الآن سوية توقعات النمذجة العددية والمحاكاة الحاسوبية لفرص هطول الأمطار خلال 48 ساعة القادمة. إذن اليوم تبقى فرص الأمطار حاضرة على وجه التحديد في المنطقة الشمالية، امتداد لبعض الزخات من فترة إلى أخرى وارد نحو المنطقة الوسطى، وذلك يعني أيضا أحيانا أنها تكون مرفقة بحدوث الرعد وتساقط لبعض من زخات البرد كما نلاحظ. هذه هي السمة الأساسية للحالة الجوية نهار هذا اليوم. أما في ساعات الليلة القادمة ليلة الأحد السبت على الأحد، تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي أيضا تصل إلى المنطقة الشرقية، وبالتالي مع ساعات متأخرة هذه الليلة يتوقع أن تبدأ أمطار رعدية بالهطول في مناطق البادية الجنوبية والبادية الشرقية من المملكة. مع ساعات الفجر والصباح الباكر يتوقع أن تبدأ سحب ركامية رعدية بالنشوء داخل المملكة في بعض مناطق الجنوب وبعض مناطق الوسط، هناك فرصة لأن تتشكل سحب ركامية رعدية، بالإضافة إلى استمرار تشكل سحب ركامية رعدية في مناطق البادية الجنوبية والبادية الشرقية. مع ساعات صباح يوم الأحد كما نلاحظ مناطق عشوائية
يعني لا يمكن أن يكون هناك انتظام في الحالة، هناك مناطق عشوائية يتوقع تتشكل بها سحب ركامية رعدية، هذه السحب تكون مرفقة بهطولات مطرية كما ذكرنا في مناطق عشوائية، بعض منها يكون غزير بشكل كاف. غدا الحالة الجوية يوجد بها عدم استقرارية أعلى من اليومين السابقين، وبالتالي نتوقع عندما تحدث بعض الأمطار تكون غزيرة بشكل كاف، أن تجري بها أودية وشعاب وأن تتشكل السيول المفاجئة في بعض المناطق. وكما نلاحظ مناطق البحر الميت، الأغوار الجنوبية، حتى منطقة خليج العقبة ليست بمنأى عن هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، تجدر المتابعة الحثيثة في كل هذه المناطق اعتبارا من منتصف ليلة السبت على الأحد صباح وظهر يوم الأحد. تنتشر السحب الركامية الرعدية في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، تشمل مناطق عدة، وكل ذلك يجعل مناطق معينة قد تستقبل بها أمطارا غزيرة وتساقط البرد وجريان الأودية والشعاب، وبالتالي كل الحذر واجب نهار يوم الأحد في معظم مناطق المملكة. تشتد هذه الحالة خاصة كلما اتجهنا نحو الشرق، وفي ساعات بعد الظهر تكون المناطق الشرقية كما نلاحظ على موعد مع هطولات رعدية غزيرة قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول حتى فوق الطرق الرئيسية، الطرق الصحراوية مثلا في المنطقة الشرقية من المملكة. ولكن الحالة الجوية يوم الأحد هي حالة قوية تعتبر نوعا ما من عدم الاستقرار الجوي، لا يعني أن يكون الطقس مستقرا في بعض المناطق وأوقات المستقرة بأن الحالة انتهت، على العكس تماما، فذلك يعني أن ربما هناك منطقة أخرى قد تتعرض حاليا أو في ذات الوقت إلى أحوال جوية غير مستقرة وهطول لأمطار رعدية. تتراجع تدريجيا فرص هطول الأمطار مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين بمشيئة الله تعالى، أما يوم الاثنين طبعا الطقس فيميل الاستقرار بشكل تدريجي. إذا الحالة الجوية هذه الليلة، ليلة السبت على الأحد، يتوقع أن يستمر الطقس غالبا غائم بارد، درجات حرارة تقريبا تهبط إلى العصر في العصر عموما إلى 11 درجة مئوية، ودون ذلك أحيانا في بعض الأحياء المرتفعة ربما تهبط إلى 9 و 8 درجات مئوية، الطقس بارد مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، تتشكل الضباب في بعض المناطق لبعض الأوقات، لكن في ساعات بعد منتصف الليل ربما تحدث بعض الزخات الرعدية أيضا من الأمطار في بعض المناطق. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين مع أحوال الطقس المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من الشمال في إربد من 18 إلى 12 كما نلاحظ فرص أمطار رعدية، في جرش 18 إلى 12، في المفرق من 18 إلى 11، وفي عجلون من 16 إلى 11 درجة مئوية. بانتقالا للمنطقة الوسطى في العاصمة عمان من 14 إلى 11 أيضا فرص أمطار رعدية، في البحر الميت 24 إلى 20، في مدبة من 17 إلى 11، في السلط من 16 إلى 12، وفي الزرقاء من 18 إلى 12 درجة مئوية. فرص أمطار رعدية أيضا واردة في معظم المناطق الجنوبية، في الكرك 15 إلى 10، كذلك أمر في الطفيلة، في معان من 16 إلى 8، في جبال الشرى من 12 إلى 8 درجات، حتى أن هناك فرص لأمطار رعدية في خليج ومدينة العقبة العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية. أمطار رعدية قد تكون غزيرة في أوقات عدة في البادية الشرقية، في رويشد من 20 إلى 8، في الصفاوي من 19 إلى 9، وفي الأزرق من 19 إلى 11 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. توقعات الأحوال الجوية للطقس خلال الثلاث أيام القادمة، إذا غدا الأحد أمطار رعدية وحالة من عدم الاستقرار الجوي موجودة معنا، درجة الحرارة العظمى 14 والصغرى 11 درجة مئوية. الطقس يستقر يوم الاثنين درجة الحرارة العظمى 16، هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة المتوقعة والصغرى 11 درجة مئوية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاع يوم الثلاثاء تصل إلى 18 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 12 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. بعض التوصيات الهامة جدا في ظل أن هناك ربما يكون اشتداد في حالة عدم الاستقرار الجوي في بعض المناطق واتساع رقعتها، ضرورة الانتباه والابتعاد التام عن أي أودية أو شعاب أو مجاري معروفة للسيول ومناطق يكثر بها ارتفاع منسوب المياه سابقا. جميع هذه المناطق يجب الابتعاد عنها خاصة نهار يوم الأحد. ومجددا الطقس المستقر في منطقة معينة لا يعني أننا بمنأى عن الخطر، فأحيانا تتشكل السيول المفاجئة في منطقة معينة وتنتقل إلى منطقة أخرى تكون الأجواء بها مستقرة. ضرورة تجنب الرحلات وتأجيل قطف الزيتون لنهار يوم الأحد في معظم مناطق المملكة، وبالتالي يجب المتابعة النشاط الجوي دوريا والانتباه من مخاطر تحديدا ما يسمى بالسيول المفاجئة. كما ندعو الجميع الانتباه أثناء القيادة خلال هذه الظروف الجوية، سواء من الضباب أو حتى من الأمطار وهطول الزخات المطرية. أتمنى لكم جميعا السلامة، ونسأل الله أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة، وأن يمن علينا بالغيث الوفير في ظل تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي في المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك.
المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.